أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم. سنتعلم بإذن الله تعامل الحاسب مع البيانات. الحاسب الآلي جهاز كهربائي يتعامل مع الأرقام، فهو يقوم بتحويل البيانات والمعلومات إلى نوع رقمي ونمط. بإمكان الحاسب الآلي الجهاز الكهربائي تخزينه في داخله وأرساله من جهاز إلى جهاز آخر، أي تقوم بتحويل النصوص المكتوبة والصور والفيديو إلى نمط رقمي. عملية التحويل كيف تتم؟ ولتتضح لنا الفكرة من معرفة هذا الجهاز، وهو التليجراف، اخترعه مورس، وهو أول جهاز تمكن البشر من خلاله إرسال بيانات سلكية من منطقة إلى منطقة جغرافية أخرى. سنرى الفيديو التالي ثم نعود لاستكمال المفهوم. إذن الآن أصبح واضح أن جهاز التلغراف يستخدم مجموعة من الأصوات، أصوات طويلة، أصوات قصيرة، متقطعة، بينها تقطيعات. الطرف الآخر يستقبل هذه الأصوات ومن ثم يقارنها مع جدول يحتوي على رموز هذه الأصوات وما يقابلها من حروف وكلمات. هذا الجدول موجود عند الطرف الآخر، سمي مورس كود أو شفرة مورس، وأيضا يسمى نظام ترميز مورس. استخدم التلغراف استخدامات عسكرية، مما نتج عنه أن الدول المختلفة والمتعهدية في الحروب أصبح لديهم نظم مورس متعددة، بعضها مشفرة، بعضها تناسب لغاتها، ونفس هذا الشيء موجود في الحاسب الآلي. فحتى يبقى في الذهن ويسهل التذكر والملاحظة، ما علاقة التلغراف في الحاسب الآلي؟ وهل البيانات تصبح رقمية ومخزنة داخل الحاسب الآلي؟ فلو رأينا شفرة التلغراف هذه، فهي عبارة عن مجموعة من الأصوات، فهي أصوات طويلة بينها تقطعات، ثم أصوات طويلة ثم بينها تقطعات ثم أصوات قصيرة، وهي تصل إلى الطرف الآخر، وهو يعلم أن هذه الأصوات ترمز إلى الحرف A، ويعلم الشخص الآخر أيضا أن الأصوات الطويلة ثم تقطعات ثم أصوات قصيرة ثم تقطعات ثم أصوات طويلة ترمز إلى الحرف B. الحاسب الآلي لا يختلف نهائيا عن هذا النمط، ولكن بما أن الحاسب الآلي يستخدم الكهرباء بدل الأصوات والنغمات، فالحاسب يستغل الكهرباء وتفاوت فرق الجهد فيها في عملية تمثيل البيانات داخل الحاسب من حروف ورموز وأرقام. فمثلا هذا النموذج، فلنقل أن المستخدم ضغط على حرف A على لوحة المفاتيح. كيف يتم دخوله للحاسب الآلي؟ تتجه إشارة كهربائية تمثل البيانات داخل الحاسب، وهي إحدى حالتين للبيانات الرقمية، أي تمثل بقيمتين فقط هما 0 و1. فنحن نعلم أن أصغر وحدة بيانات هي البت، فالحاسب الآلي لا يدرك البيانات التي يتعامل بها البشر كالحروف الهجائية والأرقام، إنما يستخدم البيانات الرقمية من خلال الحرف الهجائي. تعلمنا فيما سبق أن 1 تعني وجود شحنة كهربائية، وهي أصغر وحدة بيانات وهي البت. أيضا 0 وهو يرمز إلى عدم وجود شحنة كهربائية، وهو أصغر وحدة بيانات وهي البت. كما ذكرنا سابقا، فإنه عند إدخال بيانات نصية للحاسب فإنه لا يدرك البيانات التي يتعامل بها البشر كالحروف الهجائية والأرقام، لذا يتم استخدام البيانات الرقمية التي يتعامل بها الحاسب من خلال تمثيل الحرف الهجائي أو الرقم بمجموعة من الأرقام الثنائية. فعلى سبيل المثال، يعبر عن حرف بسلسلة من 8 رموز ثنائية، وهو حرف الألف. فحرف الألف ممثل بـ8 أرقام ثنائية، وهي تمثل بإشارة كهربائية أكثر من 2 فولت، ثم إشارة كهربائية أكثر من 2 فولت، ثم إشارة كهربائية أقل من 2 فولت، ثم إشارة كهربائية أقل من 2 فولت، ثم إشارة كهربائية أقل من 2 فولت، ثم إشارة كهربائية أكثر من 2 فولت، ثم إشارة كهربائية أكثر من 2 فولت. ويطلق على عملية تمثيل البيانات النصية داخل الحاسب بأرقام ثنائية بأنها عملية ترميز للبيانات. أيضا على سبيل المثال، مثال آخر، حرف الألف يمثل بـ8 أرقام ثنائية، أيضا حرف السين يمثل بـ8 أرقام ثنائية متفق عليها، أيضا حرف الدال يمثل بـ8 أرقام ثنائية متفق عليها. فالأرقام الثنائية هي عبارة عن إشارات كهربائية، أقل من الحد المطلوب تمثل بـ0، وأعلى من الحد المطلوب تمثل بـ1. تعامل الحاسب مع الصور والأشكال والرسوم. تتألف الصور التي نراها على الشاشة من نقاط ضوئية ملونة منفصلة وقريبة من بعضها البعض، إلى درجة توحي المشاهد لها بأنها مستمرة. تدعى الواحدة منها
بيكسل أي نقطة ضوئية، وتستخدم لقياس دقة العرض على الشاشة. فكلما كانت عدد النقاط الضوئية أكبر وكلما تقاربت تلك النقاط كلما كان العرض أفضل وكانت الصورة أقرب إلى الطبيعة. وعند عرض هذه الصور على شاشة الحاسب تعرض الصورة بمقاسات مختلفة لعدد النقاط عموديا وأفقيا على الشاشة، ويطلق عليها دقة الشاشة. ضرب عدد النقاط أفقيا بعدد النقاط عموديا هو العدد الإجمالي للنقاط في الشاشة، وكلما زاد عدد البكسلات في الشاشة كلما كانت الصورة أعلى جودة. ولذا يحرص مستخدمو الحاسب على اقتناء شاشات قادرة على عرض عدد نقاط أكبر وبالتالي صورة أوضح. وظهرت لذلك تقنية لعرض الصور عالية الجودة على الشاشة ويطلق عليها تقنية التعريف العالي وهي الـ HD، وهي اختصار لـ High Definition، والتي يمكن من خلالها عرض صور عالية الوضوح وإمكانية تكبير حجم الشاشة مع الاحتفاظ بجودة الصورة. يقوم الحاسب بحفظ المعلومات الخاصة بموقع ولون كل نقطة من هذه النقاط، والتي تكون بمجموعها الصورة في ملف. ولذلك فإننا نحتاج لتخزين الصورة في الحاسب لمعرفة معلومتين أساسيتين، هما لون النقطة من الألوان المتاحة وباستخدام بايت واحد ما يعادل 256 لونا مختلفا لكل نقطة، أما الساعة أخرى باستخدام 2 بايت وما يعادل 64,000 لونا مختلفا. والنقطة الأساسية الثانية هي معرفة إحداثيات هذه النقطة، أي موقع النقطة في الصورة المعروضة على شاشة الجهاز. ويمكن لنا أن نوجز العمليات التي يقوم بها الحاسب لحفظ وتخزين صورة أو شكل بالخطوات التالية. يقوم الحاسب بتجزئة الصورة إلى عدة نقاط ضوئية ملونة متراصة طولا وعرضا، وعن طريقها يمكن التعرف على أبعاد الصورة. تحفظ المعلومات الخاصة بكل نقطة اللون والإحداثيات في ملف، ويشمل ملف الصورة على المعلومات التالية: أولا مقدمة تشير إلى نوع الملف وأنه ملف رسومي لبرنامج معين نحو مصطلح PNG لبرنامج الرسام أو JPEG. ثانيا سيحتفظ بأبعاد الصورة الطول والعرض. ثالثا الألوان المستخدمة في الصورة. رابعا سلسلة طويلة من الأرقام الثنائية والتي تصف حالة كل نقطة من النقاط المشكلة للصورة. وإذا أردنا استرجاع الصورة مرة أخرى فإنه يمكننا الاسترجاع، وذلك عن طريق قراءة ملف الصورة، ومن ثم يقوم الحاسب بعرض كل نقطة في موقعها المحدد وبلونها المخصص لها. تعامل الحاسب مع البيانات الصوتية والفيديوية. إن عملية إدخال الصوت أو الفيلم المرئي إلى الحاسب هي عملية بسيطة، وهي في الواقع مجرد تحويل الأصوات أو الأفلام المرئية إلى إشارات كهربائية ثم إلى ملفات بيانية رقمية، أي بمعنى تحويل الفيلم المرئي أو الصوت إلى أرقام ثنائية يستطيع الحاسب التعامل معها لمعالجتها أو حفظها أو إخراجها. العمليات التي يقوم بها الحاسب لحفظ وتخزين الأفلام والأصوات وكذلك استرجاعها، فكيف تتم عملية التحويل هذه؟ يمكن لنا أن نوجز العمليات التي يقوم بها الحاسب لتحويل الفيلم المرئي أو الصوت إلى أرقام ثنائية بالخطوات التالية: أولاً تقوم آلة التصوير الفيديوية أو جهاز الفيديو المعتاد بتحويل مشهد الفيلم المرئي إلى إشارات تماثلية، كما يقوم جهاز اللاقط بتحويل الموجات الصوتية الصادرة من مصدر الصوت إلى إشارات تماثلية ذات جهد منخفض، ثم تسير هذه الإشارات التماثلية إلى منافذ بطاقة معالجة الأصوات أو الأفلام المرئية ليتم تحويل الإشارة التماثلية إلى إشارة كهربائية رقمية من خلال الدارات الإلكترونية على بطاقة المعالجة داخل الحاسب، والتي كما سبق بيانه تأخذ قيمة محددة ما بين 0 و1، وهي بمعنى أقل من الجهد المطلوب وهي 0 وأعلى من الجهد المطلوب وترمز لها ب1. إذن سيترجمها الحاسب قيمة هذه الإشارة عددية إلى أرقام ثنائية نحو تمثيل بالعدد الثنائي ما بين 0 و1، وتمثل هذه الأرقام بالنمضات الرقمية الكهربائية داخل دارات الحاسب الإلكتروني. يتم تخزين الأرقام الثنائية على ملف داخل وحدة التخزين بالأسلوب المناسب للوحدة، ثم نقوم باسترجاع وإعادة تشغيل الفيلم المرئي أو الصوت السابق. يقوم الحاسب كذلك بعملية عكسية تماما لعملية التسجيل، حيث يقوم الحاسب بعد أمر الطلب بإرسال ملف الفيلم المرئي أو الصوت الرقمي وهو عبارة عن أرقام ثنائية على شكل نبضات إشارات رقمية كهربائية، ويتم نقل الإشارة الرقمية الكهربائية وتحويلها إلى إشارات تماثلية باستخدام الدارات الإلكترونية على بطاقة المعالجة، ثم تنقل الإشارة الكهربائية التماثلية إلى أي وسيلة تخضع لإخراجها وعرضها
مثل مكبر الصوت أو مسجل أشرطة الأصوات ونحو شاشات العرض التلفزيوني للأفلام. ومن هنا يتضح لنا أن الحاسب بواسطة تحويل الصوت أو مشاهد الفيلم إلى أرقام ثنائية يمكن له أن يقوم بعملية إدخال ومعالجة وإخراج الأصوات والأفلام، أي أن أي بيانات يمكن تمثيلها بأرقام ثنائية يكون باستطاعة الحاسب معالجتها وتخزينها. كيف يتم قياس سعة التخزين المطلوبة لتخزين ملف صوتي أو فيلم مرئي؟ قد تتساءل هنا عن سعة التخزين المطلوبة لتخزين ملف صوتي أو فيلم مرئي، فالجواب أن السعة المطلوبة تعتمد على أمرين هما: أولاً، خصائص موجة الإشارة الصوتية أو الموجة الصادرة عن المشاهد المرئية المطلوب تخزينها من حيث عدد الذبذبات في الثانية الواحدة للموجة، وما يعرف بتردد الموجة والتي تزيد قيمتها مع زيادة كمية البيانات التي تمثلها. ثانياً، فترة الزمنية التي يستغرقها التسجيل، فكلما زاد تردد إشارة الفيلم أو الصوت أو كلما زادت فترة الحديث المطلوب تسجيله أو زمن الفيلم كلما زادت السعة المطلوبة لتخزين الملف. الملخص: تعامل الحاسب مع البيانات، بيانات النصوص، بيانات الصور والرسوم والأشكال، بيانات الصوت والفيديو.